السلام عليكم، معكم عبد الله بخاري من شركة بروج العقارية. عرضنا اليوم شقة غرفة وصالة في مجمع قصر يافي، خلوكم معنا. تفاصيل العرض: العرض عبارة عن شقة غرفة وصالة في مجمع قصر يافي بمساحة 90 متر مربع. طبعا مجمع قصر يافي يعتبر أضخم مجمع في منطقة بليتلي، والمجمع يبعد عن المطار 5 دقائق تقريبا بالسيارة. الخدمات الموجودة في المجمع طبعا عندنا جلسات عائلية والعاب أطفال، وعندنا مساحات خضراء، وعندنا نظام السكيورتي والمراقبة، وعندنا مسجد داخل المجمع ومنطقة خاصة للشواء. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل الشقة على أرض الواقع. كذا وصلنا الشقة، شقة في الدور الأرضي بمساحة 90 متر مربع. طبعا عندنا المساحة الفاضية هنا، ممكن نستغلها بدولاب للأحذية الله يكرمكم، وعندنا المنطقة هذه اللي فيها الانترفون، عداد الكهرباء، طبعا واصل فيها الانترنت برضه. وعلى يميننا هنا عندنا بجوار المدخل عندنا دورة المياه الرئيسية اللي تخدم الشقة. طبعا دورة المياه بنظام كلوزت، وعندنا هنا البانيو أو المروش ومغسلة اليدين. تعالوا معنا نتوجه إلى الصالون. طبعا عندنا المطبخ نظام أمريكي وفيها جميع الأدوات الكهربائية، الغسالة والبوتاجاز والفرن والشفاط والثلاجة ما شاء الله. وطبعا نظام التدفئة تدفئة مركزية اللي هي عن طريق الكومبي الغاز الطبيعي. طبعا الجهاز الكومبي برضو موجود. وعندنا طاولة السفرة ما شاء الله تبارك الله، وعندنا المساحة الشرحة هذه وطقم الجلوس ما شاء الله تبارك الله. طبعا إطلالة الشقة على الطبيعة وعلى الحديقة الموجودة في المجمع. وإطلالة جزئية على البحر. وبكذا خلصنا من الصالة، تعالوا معايا نشوف غرفة النوم الرئيسية. زي ما انتم شايفين هذه غرفة النوم الرئيسية، ما شاء الله مساحة شريحة وواسعة. عندنا السرير هنا ما شاء الله وكوميدينتين، عندنا التسريحة، وعندنا الدولاب ما شاء الله تبارك الله. طبعا الإطلالة نفس الصالون ما شاء الله، إطلالة على الطبيعة وعلى حديقة المجمع وجزئية على البحر. وبكذا أعطيتكم كامل معلومات الشقة، أتمنى أن الشقة نالت على إعجابكم، وشكرا لكم على المشاهدة. في نهاية الفيديو أتمنى أن المقطع نال على إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. التفاصيل والأسعار موجودة أسفل داخل صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.